بسم الله الرحمن الرحيم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألا لعنة الله على الظالمين. أيها الأخوة، أناديكم وأقول لكم، لماذا خرج الشهداء؟ هل خرجوا لدنيا؟ هل خرجوا لمناصب؟ ألم يخرجوا لنصرة الدين؟ ألم يخرجوا دفاعا عن الوطن؟ إذن فماذا كانوا يريدون؟ هل يريدون صنع كرسي؟ هل يريدون انتخاب حاكم من الخليفة أو من غيرهم؟ يريدون على الوطن والدين. إذن فليسقط ما على الوطن والدين، فليسقط النظام. الشعب هنا ما يصير، ما في احد يشرب طريقه يا ابني الشعب. ايها الاخوه، لا يخدعنكم احد. شعبكم شعب واحد، شعبكم وهناك من يريد ان ياخذ فلوس الشعب من غيره.